الحب كيان شعور يبدأ بالعين للأذن ثم ينزل لصميم القلب، إن وصل للقلب لا يخرجه إلا الموت، لا يخرجه إلا الموت. لهذا ترى المحب أعمى، ترى المحب أعمى، أنت نظرت جسدا هو نظر روحا، هذا الفرق بينك وبينه. تجد رجل جميل يتزوج امرأة بشعة، هو ما حب جسدها حب روحها. تجد امرأة بشعة جميلة تزوجت رجلا بشعا، تجد غنية تزوجت فقير، تجد فقير غني تزوج فقيرة، هو ما أحب جسد وما أحب شعر ولا عين، هو أحب الروح. فالشاهد الحب لا يأتي، لا يولد، لا يولد فجأة، فجأة أحب يبتدئ بمراحل. المرحلة الأولى، اسمع اسمع وانتبه، المرحلة الأولى قال أهل العلم رحمهم الله المحبة مراتب، أولها تعلق القلب بالمحبوب، تعلق القلب، إذا رأيته تبسمت، أحب أن أسمع همسه وصوته أو حتى أن أرى صورته، أحب أن أراه في أرجاء منزلي، في هاتفي، في مسمعي، في كل زوايا بيتي، تعلق القلب بالمحبوب. قال الثانية الإرادة، وهو أن يميل القلب إلى محبوبه والطلب، ها، فالإرادة حركة الإنسان نحو المحبوب. الثانية قالوا الصبابة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أصب الصبابة انصباب القلب وميلان القلب، بحيث لا يقوى المحبوب على أن يملك قلبه فيجد قلبه كالماء الذي ينصب من أعلى من أعلى الجبل إلى الوادي، ما يستطيع وقفه، يحاول هو. إذا وصلت لمرحلة الصبابة أن لا تستطيع أن تبتعد عمن تحب فأنت في المرحلة الثالثة. قالوا هذه الصبابة، الصبابة كالماء الذي يصبو من أعلى الجبل إلى الوادي لا يقوى على منعه أحد، يميل القلب إليه خلاص ما يستطيع أن يكبح المشاعر. قالوا هذه الصبابة. الرابعة قالوا الغرام، قال الله إن عذابها كان غراما، فكرت في الآية، إن عذابها كان غراما، وش معنى الغرام؟ الغرام في لغة العرب هو الحب اللازم للقلب والغريم لملازمته غريمة. وقوله تعالى إن عذابها كان غراما، يعني عذاب جهنم ملاصق، ملازم لصاحبه. فلما نقول فلان وقع بالغرام يعني ملازم في صحوه ونومه وأكله وشربه، في كل حياته وتقلباته، في غضبه، في أنسه، في سعادته، في كآبته، لا يرى إلا من يحب، يلازمه حتى في وجعه، في مرضه، حتى لما يمرض تجده بعث صورة، أنا الآن مريض في مستشفى كذا، ويبعث حتى إذا ذهب لرحلة، لمصيف، لأي شيء، تجده حب، الحب الذي أحبه يلازمه لا ينفك عنه. الخامسة قالوا المودة، المودة قالوا سلوك مادي يجسد المحبة، وهو صفاء الحب، لا فيه مصالح دنيوية ولا مادية ولا جسدية، حب صاف، أحبك طاهرا فكن كما أنت، أحبك كحب ورق الشجر للندى، لا أراه إلا في الصباح فاشتقت للصباح من أجله، هذا هو الحب، هذه المودة. السادسة الشغف، الشغف، إيه، ترى للحين ما وصلنا للعشق، ها؟ للحين ما وصلنا للعشق، الشغف، الشغف، قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال. الشغف، تعرف وش الشغف؟ الشغف غشاء لحمي رقيق يحيط بالقلب، الشغف مرحلة حب يحيط الحبيب بقلبك، بس هو ما ترى منه إلا حب، ما تريد إلا أن تسمعه أو تراه أو أن تتذكر أفعاله أو حركاته، أو تحب كل شيء من أجله حتى رائحة عطره تذكرها صباحا ومساء، هذا الشغف. الشغف قلبي لا يتسع إلا لك، كأنه ملك القلب فيمنع أحد من الدخول إليه، لأنه الشغف هو الغشاء الذي يحيط القلب، يعني كأنه ممنوع أحد يدخل إلا بإذنه وبعلمه، هذا هو الشغف.
فكرة، المرأة فقط تصل لهذا الدرجة، الرجل لا يصل لمرحلة الشغف. الرجل ما مستحيل يصل لمرحلة الشغف، الرجل يصل للعشق، يقفز، يقفز للعشق، ولو ظفر بعشيقة ربما قل عشقه. لكن المرأة إذا وصلت لمرحلة الشغف لا ترى إلا كل العالم موت إلا أنت، كل الناس غرباء إلا أنت، لا أرى إلا أنت، أنت فقط، أنت أراك دولتي وأهلي وناسي، وأراك عالمي، أنت شمسي وقمري، أنت ليلي وصبحي ومسائي، أنت هوائي، أنت مائي. هذا هو الشغف. زين، السابعة العشق. العشق، فالعشق العرب قالت هو الحب المفرط، هو الحب المفرط، المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ها، الذي يخاف على صاحبه منه. قال أحد العباد يقول والله ما ذكرت العشق إلا خفت على نفسي. فالعشق هو الحب المفرط الذي يتأثر به الجسد، يصل لمرحلة المرض والهزال والضعف والسقم من أجل حبيبه، حتى يرضى عنه حبيبه، حتى يرضى عنه إيه؟ حبيبه. سابعا، ثامنا، متيم. ما تقول العرب فلان متيم بحبها؟ قيل هو أعلى مراتب الحب، كأنه قطع العالم إلا هو،